بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى رسوشي سوحو صوت دري إن لا أضيع أولا قدم بايو، وألا وحير وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. رسول ما أن نصدر إلا وحن صدرنا إن إلهي أمر كيس لغو أضيعه. رسالة وحكو ختم النبي محمد صلى الله عليه وسلم آد بون أقدي خلاف كلا خلاف هايو النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عذاب حنوم بدن وكرت بي آد دين تيس الدورين تل الدورين هايو أد أي أجدجي، الله سبحانه وتعالى وحيري، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كدكتونا ذينك وأمر كيس خلافا إن فتنة أي كل عضو ويصيبته أما عذاب حنوجيء وأصيبه وكرعه. حقوق ذا نبي أوليه هنا صلى الله عليه وسلم وحكم ذا الطاعة، طاعة مطلقة أوليه هي من يطع الرسول فقد أطاع الله. راعتان كاس نبي صلى الله عليه وسلم وحكسه رجيده الإحداث والابتداع. سو درسين إن دينتي وحلو عصبون أيسيون وصو الدرو أن كمد هين إيو بدعة سمين وغفين وابتداع ليهم. البدعة والحدث في الدين أما والإحداث في الدين بدعة أسبا مركب حيوبا وانا توحيدك الله سبحانه وتعالى حقي عبادة إن لسيو ووحى أول واجب على العبد إنه الله سبحانه وتعالى كلي عابده وحصر وحا ايتهي إنه أهو جانسمو شرع النبي صلى الله عليه وسلم وليمت مركا توحيد كان شرك باكسه رجيده اتباع سنة النبي أنا وحاكسه رجيده البدعة بدعة مركا حقيقة إن لفهمه سيدا درت محل إيباس وين بي أججرتا دينته وهي مرك إذا حقيقة إذا لجرتوا أيو قفكو إسكال علينا كره دي كله بدعدي ما كفوجا كره ما أنا إسكال علينا كره دي بدعدي السنة دي إسكال نحضرنتو مرك أرمه أنا وكله مرك أرمه إن لجرت ديجو ثانويات أو كله إسكاه وحدت كقارس إذا أي واحد لا ين لجسوا تجيء وحدت ككل قب قبا يو تشدد يو إن إذا غار كنت تريانو إن المعنى يلين أرنتها إذا مركو حي دب كنتها أما أي بديسا مخالفنا أي كنتها النبي صلى الله عليه وسلم ويوحى سوء دين دين كيا شيء وحنا هين إن دين لغي شو دين تسيل لبدلو لغيره ولا دوريه أرن آديات خطر وأهواية. الإمام البخاري صحيح سو حكوريه حديثك الرقم كيسو يا لحكون شنبق لسديتني أفر حوضك حديثك حوضك كساب سنة من حديث أبي سعيد وحآخر كيسو أو أها فأقول وحان رها يا أبو النبي دطبا حوض كيسا لغا الريبا أو لغا علنا أو لغا قيس قراعا مركز ما وحان رها يا أبو يري فأقول إنهم مني أنا إغمديهن أيها فيقال وحال رها يا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أذيه قداشا وحيسو الدريسيين مؤقد فأقولوا حان لها يا أبوير سحقا سحقا لمن غير بعدي يعني الله فقيه الله فقيه أبعده الله أبعده الله قفكي أني قداشي دوريي دينك أرنتا مرك أرن سهلا معها قفكي مرك أيو سهلا تهي الله سوهنونيو حقيقة الدين تنا الله فهمسيو لأن الدين تينا أساس كي كل سنتها با وحيتهاي أن نعبد الله تبارك وتعالى وحده أن لكلقيس إنا نعبدنه وأن نعبده بما شرع وحيو جديين إنا نكو عبدنه
مركا كلمة دان وحان ربا بدعة حقيقة ذي ذا إن أن أغهد له سكوبا البدعة مركا وحان كهد ليا لغة وشرعا معاني ذي ذا معنه ذا مركا سك بعد دي أيان وحان وجود بيا موضوعه بدعة مركا تقسيم كذا إيو سيد الله تناولها إيو أو يعني أي تهاي بحث علمي وكينا إيو أولا لغة البدعة أصلها الاختراع والابتداء أصل كيد وحقوي هاي اختراع شيء وحصو قفو وحصو اختراع والابتداء بلا بشو وحال رهي أبدعت الشيء اخترعته لا على مثال شيء من باللوضي وأنا اختراع ذي لا على مثال تصال يعني أنكفر صدي لأنتيس ساسو ليه الجوهري في الصحاح ابن فارس معجم مقاييس اللغة وحوير الباء والدال والعين أصلاني بعض ذلك عينك لبأس ليه أحدهما ابتداء الشيء متكود وحيتها شيء بالله بشديس طيب وصنعه لا عن مثال يا شيخ سمين تيسا يضع مال مثال لك فير صدق وننجر أصل ساسوا والآخر أصل كلنا الانقطاع والكلال قويتان إنه النوغة أو قو طيب معناها هروا هذا مدى يكس عنيس بدعة إنه هذا أن أمرادين فالأول مرك وحويري ابن فارس فالأول قولهم أبدعت الشيء قولا أو فعلا إذا ابتدأته أداد بالله لا عن سابق مثال مثال هرئي الأنتيس طيب معجم مقاييس اللغة انتهى سوكويري ابن سكيت سيوحويري البدعة كل محدثة بدعة وحكا سلسو الدرسي طيب ويقال حال راسقاء بديع أي جديد سفرار عصب عصيب مركب طيب وكذلك وحال هذا زمام بديع هجان عارق هجان هو مركة الصب أبو منصور الأزهري أي تهذيب اللغة وجورية جزك اللبات بقول أفرتن إيوه لابو طيب مرتضى الزبيدي تاج العروس كجزك اللبات تنات صدح بقول يسديت صفحة أو حويري والبدع الأمر الذي يكون أولا البدع وأرنك كوب أهانا وكذلك البديع بديع نساس ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل أول من أرسل معناه ميه قفك وري ولا صدر قد أرسل قبل رسل يعني كثير رسل بضم بهرتي لصدر ويقال حال رها فلان بدع في هذا الأمر أي أول أرن كانوا كويه لم يسبقه أحد قف ومهرين خلاصة اسمرك ومعناها اللغة بدعة ويعني انت هسا كقاب سنة أما حق اصطلاح وحيابها يعني شرعي أهان أما يعني اللغة دي شرعي علاقة كد حيسه حق تسمية ذي مركا لقى هاد ليه اصطلاح علمادو أي بدعكم معنيين حقيقة البدعة أي كو شرحين وتعريفات كو وكالد دوينه دور تعريف سوق هذانا الى لح تعريف مالاس تعريف تاس مركان فيرنا وحن كدح ان ربنا وحن كدح ان كدح فهمنه تعريف ك واسعه هي تعريف ك دقيقه هدونه وحا كخرنانا بدعه قيبنته اي قيبن لانته طيب كن كواد وحا اي تاي او بدعه لو تعريفيه الحدث في الدين بعد الاكمال دينتا او يعني لو سو درسيو بعد الاكمال دمايستري ديده كبعدي يعني كل كي لا دمايستري كغداله دينك دخديس ان وح عصب لو لكينو الحدث في الدين بعد الاكمال ابو شامه سداسو كو تعريفيه الباعث على انكار البدع والحوادث صفحه 86 الجوهري اسغنا اللغوي مادة مركة بعد ذلك عينك مركة أو شيء جايو
سيداس وكالو أساونا تلمامي أو مركو لغاهان وصو شايقه بوحويري الحدث في الدين بعد الإكمال مرتضى زبيدي أساونا تاج العروس كساس وكالو كويري تاج العروس تعريف كان مركو حويري الحدث في الدين بعد الإكمال الحدث وحصبه حلسو درسينا في الدين نوحو غاركو يه دين تي غاركو تاه وحي مركا أن دين هين أما الدنيا نبي قداشيس للا إما هذا مسو قلي ستعريف كان مسو قلي بعد الإكمال نمحوك بحنا وحي وقت النبي أو نولاي لسميي مسو قلي بدع مركا نعم انت دين تلا رميسترين إما وهذه مخالفتها هنا وأسقى الريبا أيو وأما حرام أما كراها لغوت الماما بدع الله ديهم مايو موقتها هدي أو قرره أو تقريري وكأمسانة معنى هذا بشيء شرعي صار كله نقنا تعريف كان مركه وتعريف آد يعني مركه سد جامع طيب تعريف كله بعد بدعوة للسيء وحيتهاي كل ما خالف الكتاب والسنة وحكستوا كتاب والسنة خلافه والمحدث في الشريعة شيء محدث كشريعة لحظة ذنا ما لم يكن عليه أئمة الهدى أئمة الهدى أئمة السلف وحينا كتاجنين أي محدث لها سداس نوحه فصير الحميدي وصاحب الجمع بين الصحيحين تفسير غريب ما في الصحيحين كوكوشاج صحيحين كان مركوها جمعية حديث البخاري مسلم وريين كوي لقوا نذا النقدين نجارجار وشاج غريب ككلمات كغريب ككجرنا واشرحي مرك تفسيره غريب ما في الصحيحين بوسيدا كويري تعريف كان حقا واسع واي واي مرك اللي را كل ما خالف الكتاب والسنة وحكستو كتاب كالسنة ذا خلافه زمن كي النبي إنا يدعين يكذب إنا يدعين مدنا وسوه ذا قلايان ماشان حقا تعريف واسع واي طيب تعريف واسع أنا طبعا زمن كي بعدد يعني تعريف واسع كون حكا لقايو في زمن يعني زمن كي النبي إنا يدعى يكذب إنا يدعى ما كلا سارين أصير وحي وقت النبي دعانا سيدا بدن هديهين شيء مخالفة يكون جرتون صح أنا هين أريج بدعى ما قادنا حرام حرام أما وحون نقنا كراه أما كراه نقنا ما ردوا مخالفة وينا أما وحون نقنا وحلو قليه أو نبي جوجو أو تقريري حقا مركة تعريف كاني زمن كي النبي يكا بعدي سوء ما كان ساراي تعريف كسدحاد البدعة إن لغو معنايه إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة وحقوق تعريفنا يا إحداث ما لم يكن سوء درين إلا سوء يعني إحداث ما شيء سوء درين تيس لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي أن حين أنجرين وقت النبي وح أنجرين إلا سود الرسي لكانوا سيدا أنا مركو حاو تعريفي الإمام النووي تهذيب الأسماء واللغات تهذيب الأسماء واللغات تعريف كان سينا محاكم وقناة واسع واي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي وح أن يعني جرين إلا سود الرسي أما الدين تهلغو صدره أما الدنيا هلغو دارو ما كلا سارين سينا أموري مركب في الدين إنه إحداث إنه في الدين كله أما إنه كله في الدنيا أو كله لا بد أبو أسكت تعريف كان وسوي جلي كرا وتعريف واسعة في أي مركب نعم طيب طيب أفر بدعة وحال وش حال وتعريفي هي الفعلة المخالفة للسنة فعلك سنة خلافها سميت البدعة بدعة الغمق عابين لأن قائلها قائل كذا قفك لها ابتدعها من غير مقال إمام إمام مقال مقال كيسا يعني أراهدي سلان تيس أيو بالله وضي معنى تعريف كان نوحاوة جرجاني كتاب كيسا تعريفاتك نعم تعريفاتك وحليها هي الفعلة المخالفة للسنة فعل كسنة خلاف سوين أيولينا شن تعريف كان شناد حوليه بدعه وطريقة في الدين مخترعة
تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد شاضب يا اعتصامك كلها كاس تعريف كاس وطريقة في الدين بدعذا وطريقة دين دينك لحديثة يعني دينك كل حسق ما يسو قفك سيدة إلا تهي مخترعة تاس أو لا اختراع هاي أو قفك أو أسو لب الله من هاي تضاهي شرعية أو شرعي طريقة شرعية ذا نشبه يسو يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد قادر دل قادة ينو حلو لقصده إن عبادة تعبد عباده يسيق إن لغو حيل ديرانه وإن كان وحو سمينا آد آد إلهي وعبد ذو سمينا تعريف كان تعريف أو حواي أرور سن أساقنا ومركو ليه طريقة في الدين الدنيا وسارة مخترعة مركو إلى هذا وحي شريعة أصل بكلها إياك بحاي ماشي تضاهي الشرعية لنعي شرع كشبه إلا شرع قال قلنا جينا موقتها وحاني طيب أحسد أي شرع يقول كل شبه يسوع حين قوم كرت مرر كقار الشيء يعني وعدع كرت أصل إنه يعني سيدي سهان إنه شرع جالس يقوله لكن إن صورة صفة أنت وح لجو زيادة أما تخصيصات يلا جو درس هذا لنا عنا مرك شرع يقول كل شبه لنا عنا شرع وك يعني موافقه يقصد بالسلوك عليها أنا قاضي ذكرك إذا لقاضى يحلو لقصد المبالغة في التعبد شاطب اعتصامك سداسو كشاقي طيب لح تعريفك اللحاد وحاو نقونا إلصاق أمر بالدين وليس من الدين إلصاق أمر أرن كود جنتيس بالدين إن لقود دينك وليس من الدين الدين كانوا نكمدها يوحاسي حقيقة البدعة سأقول تعريفي العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني طيب مركة إلصاق أمر بالدين بغيره وليس من الدين طيب مجموعة عقيدة كجرة مجموعة ذيسة مركة لنا وحيري هي كل أمر وأرن كست ألصق بالدين دينك الجودة جي ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي أنا أنكمد أهين لا بالفعل أنا أكمد أهين فعل أهان ولا بالقوة أنا أكمد أهين قوة أهان طيب صدع الدجنة أي سين ساكو الشيخ سبحانه بقول صدني أفر مركة ولا بالقوة بو فسيري وحيري وحا بحاي وحو بحنا قيد كاس وحا موحاكو بحاي يخرج به كل ما لم يقع في العهد النبوي وحكسته وقت النبي قال دعين لعدم المقتضي وحباهذي كيني لهذا بحل قاس جوغين أو لوجوب مانع أما مانع أي مركز واجبي أو جري أو نبي كعلي كاسا مركز ماشي كبحاية أو شيء النبي وصمين لها مانع اسكاقرها في مركز انتين مانع وزولي ما سوقلها بدعا كاس مركز أما باهذي النبي كو كيني لهيد بان بجيرين بوقتي غاس مالك يدن بانا باهي باتمد باهذي كيني لهيد باتمد ولا بالقوة مالك كاسوك ولا لا بالفعل ولا بالقوة تضب بدعا وحالو تعريفنا ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب سواء فعل في عهدي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعل تعريف كان حولي ووحد دليل شرعي أو ننكق من إنه واجب يهي أما أصنع يهي أما وقت النبي هل سمايه أما يان لسمين ابن حجر المكي الفتاوى الحديثية ساكو شيء تعريف تمرك أن أنت إنه قد ماته وإلا تضبط هذا التعريف تعريف تمرك قاركود نوا واسع حسو قلع يدحذي إذا وحي وقت النبي قد دعي وحي وقت النبي قداش يسدعي وحي الدنيا أمور الدنيا قاركود وسوغلايان والنبي قبقوا إيرانتم أعلموا بأمور دنياكم والنبي صلى الله عليه وسلم إذن كاكو أغال بدن أما أغ رنتي يعني الدنيا دين أموره قف كستو أمركا تعريفتان ماذا واسع سي بدعادة تعريف كيذا وهو أقبل تعريف كيساس إن بدعاء لقيبية مركز
ومركز يعني تعريفات كاس او كلام مركب بدعادي قيبين تيدي ما دام اي سوغلي معاني دي اللغه يتي شرعي اي اسود لحق قليين او تعريف كتعريف واسع اي كدغين وحيو باهنا يعني مركا قا وحيابه بيدعلو مغعابا او اي كسارايان وحيابه ان بنانين او اي وح بنان كدغايان اي جيره طبعا ما دام اي مركا هره تعريف كود او واسع اوها طيب اما ان اي مدوس خلاف سيه ارنتا مركا ابتداء بدعوينك اما محدثاتك ضدك قيبيه وحلوه هر مريا طبعا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وإمام الشافعي وحلقها يا إنو يري بهقي أو مناقب كي سكوري المحدثات من الأمور ضرباني وفي تعريف كامل المحدثات من الأمور ضرباني تقسيم كان فيري وحيابها محدثات اللسوء أصبونيسيه من الأمور أمورها كم مدأ من الأمور برك الدون إلى آخره يوحاس إنه يكون عنجي إذا عفوا الدون إنه الدين كساب سنات عباده يغير كيد معاملات مدنا ما كالسارين وعام ومن الأمور إذا مرك عمومها يا كجير من الأمور ضربان اللب ويري حدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا وهي لصوص بونيسي أو خلافة كتاب أما سنة أما أثر أما إجماع فهذه البدعة الضلالة بدعة بادلة تاسوة والثانية النوع على بعدنا ما أحدث من الخير ووحي لسود الرسي خير لا خلاف فيه يعني خلاف نحديث أو ننهين أو خلافة لواحد مد أو من هذا كون أنسوش يعني يعني كتاب سنة أثر إجماع وهذه محدثة غير مذمومة مثل أسنوى محدثة وغير مذمومة أي يري كدب محود دليشة دي مركة الإمام الشافعي وحود دليشة دي أثر كعمر أو يري نعمة البدعة هذه صلاة التراويح دي مركة ودتك الجمعية وإمام أو يالي وكي عمر يري نعمة البدعة هذه كاسو سوقات مركة مناقب الشافعي للإمام البيهقي سيدا سوت المعنى سيدا مركة شافعي من يعني تعريف قيب تيسة وحاو قيبنا أيوة محدثة من الأمور من الأمور مركة من الدين يدوية وحنا يسوق لأي طيب أنا أقول لبو تاسوا واسي دليلك أو دليل شدي أو لما أرهم بمركة تاوا كو عدينينا تكواد وحيت الشافعي الإمام الشافعي وحاك مشهور كان نقطة تيسة كشهروذي إنه ليه جري استحسان كأي مركو كهر لايو من استحسن فقد شرع قفكي استحسان لا إماضو أو استحسان صدو أو يعني عبادات كي يوحيابيه لمتك أها أو كله بمجرد الاستحسان كسما يدليل استحسان وغير دكتور فقط شرع وحبو جديه يقف وح جديه أو يعني تشريع سماينا يوكل وح جدينا سداس الله جاه يا مركز سداي كل دعاء سوا سداس قبو هدنا إن أو مركز إن عبادات لقصة درا الدين أو أرك مرك بدع محمود أو أرك واستحسان كيبو سا ماشى هذا الك أكير وإن للجمع يا مركز تقسيم كيسان استحسان كوديدة تاس وقضب وحكى له الإمام الشافعي ابن حجر فتح الباري وحكوش يقى كتاب الحج استلام كمركو كهدلا إلا بدا الركن يماني إلا تابتو يا حجر الأسود كركن يقوكي يالو لبدا إلا تابتو لبدا كالي أي وحا تابت جيري معاوية مركزه أفر تبتابنا يا ابن عباس أركان مركزه يري وكعلي مركزه حير معاوية ليس في البيت شيء مهجور كعبذا مال اللي قتجا يا مال مال البوالة تابنا مركزه الإمام الشافعي وحير بلا يعني ليس في البيت شيء مهجور بل نطوف حوله وأبو أسألنا نكون رجينا يرمك يجرونين
ولكن نتبع السنة فعلا وتركا. لكن سنة النبي كان راعينا فعل يتركهان وحو سمي وسمينينا وحو كتين وكتين هاو مركا وحن خير وافعلوا الخير محوق الدريري وإمام الإمام الشافعي تطبيقات كإمام الشافعي لا في ريافة. طيب طلب دليل كيس مركا فيرن عمر أرنتي أو سمي بدعمها أرنت عمر يؤدي لي شذا نعمة البدعة هذه أرنت هرت يذو بدعمتها يعني رسولك صلى الله عليه وسلم أي الله لا جماعة يستيل به بين أما سدح بين مركز كبعدنا وحن كعب صديب ويرين ليدن كفر ضيالة ساسو وقتلي مركي دنبو نبي أو دنتينا مانع سوى الزولي وح نبي السمائي زمن كيسي لولا هذا المانع أو دائمي بلها لأن مانع سوى اسكاقرنا في النبي صلى الله عليه وسلم دي مانع أو زولي نبي باب الله قد ديانا سوما. طيب طبقات ابن سعد وحاكو السوغن في ترجمة نوفل ابن إياس ترجمة نوفل ابن إياس تفيرنا جزء كشانات صفحة أفرتني أفر واي طبعة العلمية دار الكتب العلمية سنة كيسو كوري مركزو حويري أن نوفل بامركو حويري أن عمر قال عمر إنو يري مركي قصدي قصدان وكشي كيب وحويري لإن كانت هذه بدعة لنعمة البدعة هذه تعبير كان فيري لإن كانت هذه بدعة تنهدي بدعتها يري لنعمة البدعة بدعة بفعل بدعة ما هم واسوما هدايبة تن بدعتها هدايبة تن بدعتها ما بقى هنه لنعمة البدعة بدعة بفعل رينينا بدعة هين أثر كان وكعدة هين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا ويكعده وهكذا تقسيمك العز بن عبد السلام مركا أوتيم هذا تقسيمك أدنك اللغوري وسلطان العلماء العز بن عبد السلام وحيابها وكدرها وحاكم ذا جسور تلسيده بندوينك إيه إلا لصيئي وحيابها قواعدك النحو ذا إلا قرأي وحيابها أن عبادات أن أهين عبادات محضية أن أهين وشيغة نعم وقاركود أي إسكيهين بأمور مركا مرافق إسكاء الدنيا وضدكونا أنفعايو أيو تسالك سوى ديغانا نعم تقسيمك ولا في ركرا تقسيمك نعم امثلة أو بحنايو نعم طيب وحاد قادة تامركان بدعا تقسيم كيدو موحوهرتو كدعا معنه إذا شرعيغو إستلاحيغا مركان كاردقنا الإحداث في الدين بعد الإكمال أما الحدث في الدين بعد الإكمال معناها اسمية وكدعا كاسمية بدعا لقيبنا تاسمية ما سيب بدعا معنها إذا اللغة يعني اللغة ميا تقسيم وقلا ما سيوح وقلا مدى شرعا أو شرعي أو حيبا لقيبنا يعني علماء ذو حكم موغضة قاركود سيهانيني بدعا اللغة هان وشرحايا يعني. وتعريفنا يلفتون كاسين وقايبية وحكم الجر لكن مركز شرعا لديران ديريوه تعريف كذا شرعه من نقون كرتا مد مذمومة يمد أن مذموم هين علماء الدينين إلى حسوق هذا أنا سدح إمام كو ابن حجر العسقلاني وحويري وأما البدع بدعوينك فهو جمع بدعة وهي كل شيء ليس له مثال تقدم ووحك استوتو سالة هرمري أن لهين. طيب فيشمل لغة ما يحمد ويذم وحويري لغة وحوشم لنا أو بدعاً لغة وحي كوبسنة ما يحمد ويذم وحلا ماني وحلا ذمي ومحمودة مذمومة توشافع سورها يسوما واللغة فيه ويختص في عرف شرع عرفي سنة وحولا قارنقنا بما يذم وحمركا لذمي في عرف شرع مركا بما يذم بلقارتها كل قارتها وإن وردت في المحمود هدي تن محمود كأي سؤر ورتنا فعلى معناها اللغوي معناها اللغوي فتح الباري كتاب الاعتصام باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع باب كاسو كويري وفي الرادين أيو ماشاس يعني هدكتها فيري لابو الحافظ ابن كثير
تفسير كيس بديع السماوات والأرض مركو فسرها سورة البقرة وحوير والبدعة على قسمين بدعة الله وقيب وتارة تكون بدعة شرعية مروحين نقول بدعة شرعية معني هذا شرعي كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكلام وتارة قلنا تكون بدعة لغوية وكذا مرنا وحين قلنا بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وكلا هذا الكيس عن جمعه أكير إياهم أرورين تيسي أو ضدك أروري صلاة التراويح وكأروري واستمرارهم جوكتين توذا أي هذا الكي أكير وكلا نعمة البدعة هذه وكا نعمة البدعة هذه وأنا سأمرنا طيب تي مركة لغوية ذي وحوكا لسادي مركة بدعة محمودة لأركو معني اللغة وبدعة أو شرعا شيء بدعة كوة من نقونا وحونا هكسن محمود من نقونا ابن رجب جامع العلوم والحكم وحوير حديث عرباض ابن سارية يعني مركو شرحه والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ووحي أنا أصل لهين وإلا سود الرسية شريعة الأحداث اللي سود الرسية أصل تصايا عن لهين فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة يعني حق اللغة ده بها كؤها طيب التعريف كان واسع إن تقسيم أمباه ناسا لأنه وحي كالي تضييق أو سميه إسكاق ساري لكن عدي واسع ستعريف بدعة تقسيم أو باهني مركنا طيب كدب مركة وضنبين وحايت هاي مركة اللي هاي أو علماء أي ليهين ما أحدث وله أصل في شرع أصل كم حال قوضها ما هو الأصل الأصل هو الدليل أصل هو الدليل طيب كم وافق أنا وحي موافقتنا وحلق فيرنا ما دل على موافقته دليل معتبر من الكتاب والسنة وحي مرك موافقة أو تصاي دليل معتبر من الكتاب والسنة لكن شأن وحي هي نصوص تعام كالدلالة ذي ذا أما حديث ضعيف كأه فضائل الأعمال أي دعي كرتين لو قبصده ما لقو لسكرا شيء كينا يا شعيرة نقونا من شعائر الدين لقا قدها شأني مهم كاكم واي مركنا ويعني وحيتها النص عام ملقو دوريرين كرا قف كان شعيرة وحو دين تأستان أما علامات أو قدها وين أو قدها ملو دليشن كرا ملو دريرين كرا وحبي بمالي أصل لي هي نص عام مرك وفعل الخير أو كلي ملو قبسن كرا ما حديث ضعيف نعم. أرنتاس مرك هذا الدير ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد باكله إحكام الأحكام كيس مرك واحد فيرنا يسام مرك رواتب تمرك وكهلا يعني صلاة الرواتب ركعات كذا إمركو كشاكين إسا بابك أو صلاة الجماعة مركو كهذا الرواتب تكهذا تنبيهات لجاي مرك تنبيهات كاس مرك وحاكم ها وحير الثالث ومتك سدحات قد منعنا وحير وحان جوجيني أو أنديدني إحداث ما هو شعار في الدين واحد دين تشعار كن قناة شعار شعاركم مركو وأستان موقت وين واحد دين تلحد إذا كنا قناة إلا سوى درسيا ديدنا ومثاله تساله سنوحو هي ما أحدثته الروافض شيعته حي سوى درسيا ومن عيد ثالث عيد سدحاد طيب سموه حيكم مقعابين عيد الغدير عيد الغدير سديد يتوانك حيصا ما ينذو الحجة ماشي غدير خم مركي أو النبي الصحابة كل أهل لا يكون أدر دار ماي أهل البيت كان الوح السوسي حقوق ذو مالك كاسي عيد كدكتين أهل البيت كجعيل كوذا إيا نصوص عامة من لود اللي شكرا ما يوليه نعم لأن شعار وين عيد سدحاد نسوكر لي وكذلك الاجتماع بعلم إذا كلنك
وإقامة شعاره شعار كيس موجين تيدا يعني عن جيدا يوغيتان كيس في وقت مخصوص وقت مخصوص الأوغو على شيء مخصوص الأوغو لم يثبت شرعا قفك منصف أهو احتفالك مولدك وارنتان مكودة بوبا مس مكودة بوبا اجتماع إقامة شعار واتها عيد ثالثا واكو مقعابا نبا وحلو يدينا يمالين دويد محفلك كتاريخي بالا لها لكي محفلك وحوها مؤسس كي محفلك ووغيسها مركز محلو قبت جيري باليري مركز وحويري سدح عيد سدح عيد الو سنجري لبدا عيد عيد الفطر عيد الأضحى والقد كجري احتفال كان والوقف الجري عيد احتفال المولد يا دار كيسا يدو الوسو قرأي ما له قار وانا وقت مخصوص شيء مخصوص او شرعا انسقنان يا او شعار ولبا هو سنه الا مروا امانه معني عيد واوتا هذيك انتاد بانصاف كفيرسو ارنتان اولي هي وام وعلماء اي منعنا ينصوم كان هذا الدير وحكسي دمبي مرك وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة شرع مرتبة على وجه مخصوص فيريد بعض الناس وحرب أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع زاعما أنه يدرجه تحت عموم فهذا لا يستقيم لأن الغالب على العبادات التعبد عبادات غالب تعبدك وما أخذها التوقيف ما أخذ كيدنا وإن لودب لكل استاجنا هذا شرعي وتوقيفي هل كاس مرك ابن دقيق آد وآخر بحثي في عنبه مسألة يعني ترك يلا حريرنا أو كدقي كل بدعة ضلالة مرك اللي هنا قاعدة كلية ويسيد ابن حجر أو إشارة سادرت كل بدعة ضلالة مرك اللي قاعدة كلية وابن حجر سيد أو شيء سانت المان نيبه مرك بدعك استا نص قارة وريبة إن لو كان ضروري ما دت قارمة وحيرة هذا كله مفائديس عموم كل عموم مفائديس ولبا مرك قارة وحد عكر تمرك عموم كي إن مرك تخصيص أو قلو تخصيص كاس أما هالنقض النص متصلة أما مد منفصلة عن نقضة أما حتى هالنقضة شيء عقل هذا لن إسواه فقصنتها مثلا تدمر كل شيء بأمر ربها مركال وليه دبايش وحكستو تدمر كل شيء بباب إنيس بأمر ربها يكون باب إنيس يوحي لهان كل يعني دبايش هنين وحول باب إنه وحاكتو ساي عركي للك يعني ما ينم باب إننا وتاريه وكوانا وحن لأن هاي هرتا قلك يعرك إنا لو جيدين وح عقالة لن أي وذا فهم أي إنا يسم باب إنن شيء ومركو السيدة سوك لأو يهي يعني الدليل وحكون نقضي مخصص دليل واي وحو حلو خصيصي اما هالنقض الدليل كاسي دليل عقل هذا لو حيكو اجماعا يعني. ها سيدا واتيت من كل شيء لسي يعني هو وحياب يعني وح بني ادم لسي ورنا لسي ون يسكت عري يقول لنا ان يدا لسي ان وكل ولوجه تكل حتى كل ذا عموم كذا لو ديكرا تدمر كل شيء محلل بأمر ربها وحكستو ربيجيت أمري إني بابيس هل كمتين عمومكم مرك هل كاسوا عمومكم مرك وحوك جوغا وحايتهاي وحي إلهي دبايشاس إني بابيس أو فري أو أمري وحي كتك تأملها إركاني أقول كان ما بلا أمرين بيني بابيس عمومكم مرك سيدي سين الله دافو مخصص إنه ليه هاي أو إجماع ولبذا بمرك ولا بس أو سحن لكن هذه كل بدعة ضلالة انت وكانت تخصيص كنا حاكو خصيص طي وأدو تري مرك مدى النسان ومدى النسان ما هم حاكو تري يعني بدعة مرك يدخل الله إما هذا نص جار أو بدعة نقدنا
oo ku soo arooray nabiga ka sugnaaday oo waxa iyo waxa ma banaana dhahay ii keen ma dhihi kartid لأن علماء كل بدعة ضلالة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد سقع دقودة واستعمالان وحانا كم إذا ذاتك آد واستعمالي الإمام النووي صلاة الرغائب محو إمام النووي بدعة وقلت المامين وشعار واتها إسو إمات باكو جيرو شرعا نمسقنا أن نصوص تعامك أو وفعل الخير محو دريري ويمكو دريرين بل وحير وبدعة كتاب كيس خلاصة وكو إنكري أرنتا إني بدعتها وكو شاقي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد بون أدلي شذا تثويب كم إذا الصلاة خير من النوم إن عشاها لقرها وحير بعض الشافعية وكشاقي إني قبين مجموعة مركز وحير عشاها من لقرها دليل كينونا وحواير من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ما هديل الله كورا مركا صلاة خير من النوم إن صلاة كلا الود هينين دليل جار هو كل سوء أراري إنه يجاز كان هديل الله ما صور تجا قاعدة كلية كبحة مركا إن من أحدث في أمرنا إيه من عمل عملا إيه كل بدعة ضلالة إيه يا قاعدة كلية أن نقول هينين علوم كستنا مسألة ذا وكل قنتها هديل الله فرنا أو باب فرنا لجدي وفعل الخير لا يسكف فرنا oo loo kala fiirinay wixii shicaar noqonaya iyo wixii cibaado la takhsiisinayo waqti lagu takhsiisinayo waxa hadaan adii la yiraayaan la fiirinin bidca idaafiya wax la yiraa ma jirto hadii la dhaho waxa ka imaanayso in baab furmay ay ku noqoto oo marka taghyiru diinillaahi inay baab u noqoto arintaas culimada islaamkana madaahibooda kala duwana way isticmaalaan xadiidtan waxayna u isticmaalaan waxyaabo أصل هان صلاة شرع وأصل هان والله هاي لكن مركا أي صلاة الرغائب وقت مخصوص صفة مخصوصة مر ما دام أي كنت من أي بدعة ابن حجر الإمام النووي أو قلت الماما مر أنت سبحان ربينا يعني براروجيو مر والبنا أرنك بدعة أرن سهلا ماها ويخطبة النبي خطبة الحاجة ديسة مر والبوح كسو قادي جير كل بدعة ضلالة يعني النبي هو أرن أو مر والبك هاد اللي جري إن اللي يرى هذا وقت يعني اللي جهد لما هن إيو وعدد أن وحسد عدها يدد فشل مي هذا حاجر النظام كده يعني النظام يدا أي أو أردين أي رفت كر هذين أي أن كسو فشل مي علم جينا أول بكو فشلنا أي هذا مرك وحيلين وحن كهذا الكود علم بكو ما بدسنا علوم هذه نساني وجهد لا يان أنت سنربينا نبرروجيه هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.